يعني مجموعة من المنظمات الغير حكومية ومن المنظمات الشعبية أجد تضامن مع شعب مصر، لأنه نحن بندين كل حركات التطرف مثل داعش وغيرها اللي هي بتسبب إرهاب للناس، إرهاب فكري وإرهاب نفسي. هي ليست مصر، أنت يوم أنت هنا بتفسخ النسيج الاجتماعي أنه تضرب كنيسة أو جامع إلى آخره، أنت بتفسخ النسيج الاجتماعي لأي دولة. فبالتالي إحنا مع وحدة أي دولة، مع إحنا وحدة الشعب، وإحنا ننظر إلى دولة المواطنة بغض النظر شو دينك أو شو جنسك يعني بصراحة. عشان هيك هاي إحنا جئنا من أجل الوقفة التضامنية مع شعب مصر، ونقول لهم من أجل ندين كافة أشكال الإرهاب بغض النظر مين وراء ومين خلف.